معانا على الهاتف كابتن بلال. مساء الخير. مساء الخير يا محمد، ازيك؟ ايه اهلا الاخبار؟ بيك، اهلا بيك، ازاي صحتك؟ وطبعا الحمد سعداء لله، بمشاركتك معانا في وبمسي على كل ضيوفك الموجودين في الاستوديو. يا كابتن بلال، ماهر همام معاك يا حبيبي. كابتن ماهر مساء الخير. ازيك يا كابتن بلال؟ لحضرتك. وحشنا يا بلال. احنا الله يخليك يا كابتن، ازي حضرتك؟ صراحه احنا يعني مقصرين في حقك جامد جدا، من هدافين النادي الاهلي الجمال، وكان لسه معروض لك هدف في المقاولين، كان جميل جدا يا بلال. من ربنا يخليك يا كابتن. الفراوده الجميله اللي لعبت في النادي الاهلي. اصحابه كمان ان اتاخرنا عليه، انا ما اعرفش ان بلال معانا على التليفون. كابتن بلال، احنا بنتكلم، كنا بنعرض او افتكرت ان احنا هنعرض تقرير لمجموعه من لقاءات الفريقين اللي فيها اهداف احمد بلال، 8 اهداف واكبر عدد من الاهداف احرزه اي مهاجم في تاريخ الفريقين في مواجهاتهم المباشره. قول لنا تاريخ لقاءات المقاولين، فاكر اهدافك في المقاولين، المباريات بين الاهلي والمقاولين بالنسبه لك كانت من المباريات دايما لها طابع خاص ولا لا؟ والله يمكن انا كنت دايما بحب ماتشات المقاولين العرب، يعني عارف انت في ماتشات كده بتبقى محببه بالنسبه لك يعني. والمقاولين دايما على طول دايما من الفرق الحلوه اللي بتلعب كوره يعني. يعني طول عمر المقاولين كده، مش فرقه مثلا بتعتمد على الدفاع او على القوه او على الهجمات المرتده، لا، فرقه بتلعب كوره كويس قوي طول عمرها. حتى كمان يا كابتن حضرتك عارف الناشئين برده من الفرق اللي بتلعب كوره كويس قوي، هي فرق المقاولين العرب. فدايما الماتش اذا كنا في الناشئين وفي الدرجه الاولى يعني دايما بنبقى مستمتعين في الملعب. وانا الحقيقه مباراه المقاولين العرب ليها ذكريات حلوه جدا معايا. يمكن انا سجلت هدف في المباراه اللي كسبناها 6-1 او 6-2، يعني 6-1 تقريبا، يعني كان برضو من اجمل الاهداف اللي انا سجلتها في 6-2. فعلا المباراه انتهت 6-2 حسب ما قال لي دلوقتي زملائنا بيفكروني في فريق الاعداد. المباراه دي انتهت 6-2 فعلا. كانت كوره بالعرض من ناحيه الشمال لعبها كابتن محمد عماره، فطلعت وحطيتها بوش رجل الخارجي في الجول. ده كان من هدف من اجمل الاهداف اللي سجلتها في المقاولين العرب. يمكن انا سجلت 4 اهداف، وفي مباراه هدفين، وفي مباراه هدفين، في مباراه هدف ثاني، وفي مباراه ثانيه هدف. سجلت 8 اهداف في المقاولين العرب. والحقيقه يمكن حتى في استاد القاهره وفي المقاولين العرب نفسه، يعني كنت دايما بحب المباريات بتاعتهم. في مباريات تبقى شيقه كده ممتعه بالنسبه لك، مباراه كلها كوره. حتى كمان المباريات اللي ما سجلتش فيها اهداف المقاولين العرب دايما كنت بستمتع بيها كلها. هل الجيل اللي واجهكم يا كابتن بلال في وقت ما كنت متالق مع الفريق وكنت ضمن نجوم الفريق في الوقت ده في الاهلي، الجيل اللي كان بيواجهكم اللاعبين المقاولون العرب كان شايف فيه درجه من النديه؟ كانوا على مستوى فني وبدني عالي؟ كنت بتشوف المباريات دي فعلا صعبه وخارج التوقعات ولا لا بصراحه؟ لا فريق، لا المقاولين العرب طول عمره فريق كويس يعني. المقاولين العرب يمكن حتى بالجيل اللي كان بيلعبنا، حتى كابتن عوده تمام هو دلوقتي هو المدير الفني للمقاولين العرب، كان موجود برده في الجيل اللي كان بيلعب معانا، ورامي عادل برده كان في الجيل اللي بيلعب معانا، ومحمد الشيكو لعيب النادي الاهلي اللي كان موجود برده معانا، وكان سامح الفرق بتاعهم كان برده بيلعب معانا في المنتخب. اسماء كبيره يعني كانت موجوده في المقاولين العرب. لا هم فرقه طول عمرهم الحقيقه يعني بيتميزوا، حتى كمان على ملعبهم يعني يا كابتن محمد بيبقوا صعبين قوي يعني. بتبقى المباراه كلها نديه، كلها حماس، كلها اثاره. الفرقه على ملعبها صعبه جدا جدا، ما بتحبش تخسر. السنه دي كمان عاملين شغل كويس قوي في الدوري العام، خاصه في بدايه السيزون بيلعبوا كوره كويسه جدا جدا جدا. انا بس يمكن الحاجه اللي ممكن اقلق عليها من مباراه بكره الحقيقه، مش المباراه اللي بعد كده، انا سمعت الكباتن بيتكلموا على عنصر لقب بدايه، وده عنصر مهم جدا هيفيد طبعا النادي الاهلي في المباراه اللي بعد كده. الاهلي كابتن حسام بدري بيعمل روتيشن كويس قوي، بيغير في اللعيبه كويس قوي. كل مباراه ليها اللعيبه بتاعتها، لياقه البدنيه بتاعت النادي الاهلي دلوقتي وصلت للتوب تقريبا. انا بس الحماس الكتير قوي والرغبه اللي عند المقاولين العرب، انت دايما لما بتلاقي فرقه عندها يعني ما عندهاش مشكله في الهبوط دي بتبقى صعبه شويه، لانها خلاص مرتاحه هتلعب كوره كويس قوي، ممكن هتبقى الحماس والرغبه عندها ان هم بيبقى فكرهم مرتب اكتر كجهاز فني ولاعبين. بالظبط، ما عندهمش توتر يا كابتن محمد خالص. هم هيلعبوا ماتشات، بيلعب ماتش الاثبات الذاتي امام النادي الاهلي، وده الفريق البطل، وفرصه طبعا لاي فريق وهو بيلعب قدام الفريق البطل النادي الاهلي ان هو يثبت ذاته. بشكرك جدا كابتن بلال، كابتن احمد بلال نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا والهداف التاريخي في صفوف الاهلي للقاءات الفريقين المباشره، اللقاءات اللي تمت بين الاهلي والمقاولون.